نتحول مشاهدينا إلى موسكو ونطلع على كلمة وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي يلقيها أمام طلاب جامعة العلاقات الدولية في موسكو. نود المحافظة على هذه التقاليد التي بدأت منذ أيامها الأولى وبدء الحرب العالمية الثانية، وأود أن أشكر إدارة الجامعة على إيلائها اهتماما كبيرا للعملية التعليمية، وكما نرى بأن هذا الأمر الآن مهم للغاية. وما يحدث الآن في العالم وطبعا ليس الأمر مقتصرا على ما يحدث في أوكرانيا، ولكن بمحاولات جديدة لوضع قانون ونظام جديد وتغيير ما تم التعود عليه خلال مئات الأعوام وخلال فترة تواجد مجلس الأمن والأمم المتحدة. أيضا نحن دائما نطالب الجميع بتنفيذ القوانين والتحرك على أساس القوانين الدولية والنظام المعروف، وبالطبع الآن لا يتم التقيد بهذا الأمر، ويتم مناقشة الأمور كل حالة على حدة، ويطالبون الجميع بالتقيد بهذه القواعد التي يضعونها. ونحن نرى الآن أن هذه الأزمة في أوكرانيا قد أثبتت بأنه لا شك أبدا بأن أحد القواعد أثبتت أن الغرب يريد أن يثبت وجوده على حساب تقويض الدول الأخرى، وهدف هذا النظام العالمي الآن الموجه هدفه أن يقوم بخلق عالم أحادي القطب بشكل حصري. ونرى كيف أن الاتحاد الأوروبي وبأفكار جديدة ببناء استقلال ذاتي وما يقوم بهدره بشكل ذاتي لإيجاد استراتيجية ذاتية يتم تخصيص 5000 وحدة وما إلى ذلك من أجل وضع هذه الاستراتيجية، ولكن ما نراه الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحرك فقط، وأن دول الاتحاد الأوروبي التي لا تدخل في الناتو وليست عضو في الناتو أيضا يتم تقديم طلب ب إجراء تدريبات على أساس الناتو، وتحرك هذا الناتو أو هذا الحلف إلى الشرق الآن لا يوجد اختلاف مع ما إذا كانت الدولة عضو في الناتو أو لا. وعلى مر السنين الماضية رأيتم أن الحلف حلف الناتو يتجهز ويتقدم ويتجاهل اقتراحاتنا بالالتزام وتطبيق الاتفاقيات المنصوص أو المتفق عليها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي إطار المنظمات الأخرى أيضا. والمبدأ الأساسي هو عدم تجزئة الأمن، وقد تم مناقشة هذا الأمر في مؤتمرات كثيرة، ولكن تم تجاهل هذا الأمر، ويقال أن هذا الأمر سيتم تقبله فقط من قبل حلف الناتو بعد التخلي عن اتفاقية برشابة، فإن هذا الأمر لا يتم الاهتمام به والنظر إليه، والعمل يتم الآن ويجري على تقويض روسيا وعلى عزل روسيا تماما. وفيما يتعلق بالاتجاه الروسي تجاه سياسة الناتو
فقد كان هذا أداة فقط من أجل الضغط على روسيا. وروسيا كيف يمكن لها أن تكون صديقة مع أوكرانيا وكيف ستكون العلاقات؟ ستكون فقط لاعبا إقليميا في حال العلاقات ساءت مع أوكرانيا. وهذا ما يجب أخذه في الاعتبار. И всех прочих коллаборационистов, по которым плакал еще Нюрнбергский трибунал, но это не интересовало. الشعب كان يبكي بسببهم والآن يتم تمجيدهم والغرب يتجاهل ذلك وكان ينظر إلى هذا الأمر بصمت ويشجعه حتى. كما يشجع النظرة العنصرية والقومية وهذا أمر نجده حتى الآن في تربية الأجيال الشابة وهو أساس لهذه التربية ويتم حتى التدريب على أساس إيديولوجية بانديرس وسواه من الأشخاص العنصريين والنازيين وقد رأينا ما يفعلونه اتجاه شريط البطولة جيورك وهم يحاولون انتهاك التاريخ وهذا بمساعدة الأمريكيين وسواهم. Я считаю, все, что происходило, все, что мы сейчас описали, это культура отмены общей истории. والآن لديهم نموذج جديد للقضاء على الثقافة وعلى التاريخ. Никто никогда не пытался даже следовать тем светлым словам, которые произносились. ولتقويض روسيا بشكل عنيف أو حتى تعنيفها أمام الجميع. ففي التسعينيات عندما كانت هناك جلسات خاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في روسيا وكانت هناك منصات وصيغ نقوم بإجرائها حيث تم مناقشة الكثير من القضايا كنا نشعر أو يقال كان يقال بأننا لسنا وحدنا وأننا مع الأوروبيين وأننا جزء من هذا العالم ولكن في نفس الوقت كانوا يقومون بالتحضير لهذه الأمور التي نشهدها الآن وفيما يخص أوكرانيا أيضا بشكل خاص официальные лица Евросоюза, министры иностранных дел, членов Евросоюза публично فالشخصيات الرسمية من الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى أعلنت بأن الأوكرانيين يجب أن يختاروا مع من يريدون أن يكونوا مع أوروبا أو مع روسيا وهنا وضعوهم أمام اختيار وإذا ما كان هذا الاختيار ليس أو لن يكون في مصلحة الأوروبيين فسيقوم الأوروبيون بتدمير القانون الأوكراني والدستور الأوكراني وهذا ما فعلوا فهذا النوع من التفكير والتعامل قد تم الترتيب له وإنشاؤه على مدى أعوام طويلة. وعندما قامت أوكرانيا بإجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قمنا بلفت انتباهها بأنها تقوم بإجراء هذه المفاوضات على أساس التصفير فيما يتعلق بسياستها وهذا التصويت الذي جرى على مدى 17 عاما نحو دخولها إلى منظمة التجارة العالمية فإذا حدث ما تسعى إليه أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي فإن كل مصالحنا مع الاتحاد الأوروبي ستتعرض للخطر وللتهديد.
وعندما قلنا ذلك قالوا إن هذا ليس من شأننا. وفي الوقت نفسه عندما كانت العلاقات الروسية الأوكرانية في أحسن أحوالها في عام 2013، ولكن كان هناك حل وسط لكي لا يتم أو لكي لا يخسروا السوق الروسية، فقد طلب من الاتحاد الأوروبي التوقيع على الاتفاقية ليتم فهم ما يجري، فهم الوضع بشكل كامل. والاتحاد الأوروبي لم يفكر في أوكرانيا وما جرى في الميدان، فكان في باله شيء آخر تماما. وعندما تحول الميدان إلى ساحة لسفك الدماء، وبعدها تم إجراء المفاوضات التي شاركت فيها أوروبا وألمانيا وبولندا، وعندما سألنا الأوروبيين عن هذه الضمانات وكيف أنهم لم يستطيعوا بالضغط وإجبار المعنيين بالتقيد بهذه الاتفاقيات، فلم نحصل على شيء. وهذا الانقلاب الذي قاموا به كان جزءا فقط من العملية التي كانوا يخططون وينمون القيام بها. والانقلاب الذي مثلا في اليمن عندما هرب من هناك الرئيس هادي، ولغاية الآن هم يعتبرون هناك مفاوضات تجري على أساس أنه رئيس وهم يطالبون بعودته إلى اليمن. أما في أوكرانيا فالوضع مختلف، فكل من هو ضد الغرب ويود أن يبني علاقات صداقة مع روسيا يرفضون هذا الأمر ويسعون إلى جعل كل شخص هناك أداة في أيدي الغرب فقط، وهم يسعون إلى طرد الروسيين من شبه جزيرة القرم، وأرسلوا إلى القرم أيضا مسلحين، وتم هجوم مبنى البرلمان هناك في القرم. وكل هذه الأمور أنتم على دراية وعلم بها، وكل هذه الأعوام عندما كنا نتحدث مع زملائنا من الغرب لكي لا يسمحوا بوصول الوضع إلى هذا الحال وإلى مرحلة سفك الدماء، ولكن هم يقولون نحن نقوم بما يلزم، وكل شيء كان حتى وقت الاستفتاء الذي جرى هناك كانوا يغطون على هذا الأمر ويلغون كل هذه الاتفاقيات التي قد بصقوا عليها وتجاهلوها ولم يعطوها أي اهتمام. ولكن مسألة أن حياة المواطنين الروس الموجودين في الروس كانت تحت الخطر، فهذا أمر غير مهم بالنسبة لهم. ولكن كل ما يلفتون الانتباه إليه ويركزون عليه هو أننا قمنا بضم القرم. وهم الآن تاريخهم يبدأ من 24 من فبراير الماضي، وليس قبل السنوات التي كانت قبل ذلك بكثير. وطبعا معاناة الناس هناك والاتفاقيات التي تمت المقترحات التي تمت بيننا وبين أوروبا، وكل ما اقترحناه أيضا على الولايات المتحدة، وكل ما يتعلق بالضمانات الأمنية، كنا نركز دائما على أن لا تقوم أي دولة بضمان أمنها على حساب أمن الدول الأخرى. Активизировались обстрелы.
ومسألة أنهم قاموا بإرسال نحو 120 من المسلحين أو 120 ألف إلى هناك مما تسبب بالتوتر وسعوا إلى أن تجري الأمور كما حدثت وإلى ما آلت إليه الآن. وأيضا كانوا يسعون إلى الهجوم على دونباس بأسلحة فتاكة وغيرها، فهم دائما يعرفون اللعب بالكلام فقط ويتقنون اللعب بالكلام. وأيضا هم يقومون بإلغاء المراحل التاريخية ومسحها تماما، وفقط يركزون على النقاط التي تهمهم. في عام 2014 أعلن ديمتري يارش بأن القرم لن تكون للروس وستكون فقط لبنديرس وشوخيرش، ولذلك يجب القضاء على الروس هناك. وعندما أتينا بالأمس وقدمنا كل هذه الأمور إلى زملائنا في الغرب وتم تهميش كل هذه القضايا، فالقيادة الأوكرانية عندما سئلت في أحد المؤتمرات عن اللغة الروسية وتقويض حقوق الروسيين وهناك في المنطقة، все возможности для русского языка, и мы сейчас будем требовать это отменить. Во-вторых, при нем расцветали и идеология, и практика неонацизма. فقد если уж говорить про его отношение к русским, то هناك فرض ما يقود الثقافة الروسية، ويتم دعم أيضا السياسة القومية النازية الجديدة والعنصرية. ففي العام الماضي عندما سئل الرئيس الأوكراني حول اللغة الروسية وعن الروسيين، وقد تم تسمية الروس الموجودين هناك تقريبا بالحيوانات أو ما يشبه ذلك، حتى أن هذا الأمر لم يصل إليه بهذه التسميات التي تفوه بها يوتسونوك أيضا. اعتبروا أن هؤلاء الأشخاص ليسوا ناس أو أشخاص. هذا يمكن أن يقوله، لا يمكن أن يتفوه به إلا شخص غير واع. وأنا أعتبر بأنك إذا كنت ترى أنك روسي وتعيش في أوكرانيا وتريد أن تكون روسياً في أوكرانيا، فهم يعتبرون بأنه يمكن أن تسافر إلى روسيا مثلاً وتعيش هناك. وهذا المنطق نفسه الذي عبر عنه يارش بنفس الطريقة. وبالطبع نرى الآن بأن الأقنعة قد سقطت وأصبح كل شيء واضحا ومرئيا. والعالم الآن كله قد العالم كله يتلقى الأوامر بالتعامل مع الطريقة نفسها مع الروس ومع اللغة الروسية، وهذا أمر أصبح واقعيا ونحن نراه بشكل واضح. ولكن لا أعرف كيف أنهم سيغفرون لأنفسهم وذنبهم أمام التاريخ وكل هذه الحقائق التي أتيت بها والأمثلة التي أخبرتكم بها الآن، هو ما هي إلا شيء بسيط مما يجري في الواقع. وكل ما قمنا به لكي لا تصل الأمور إلى هذا الحد ولا يتم ولا تصل أوكرانيا إلى ما وصلت إليه، ولكن مطالباتنا كانت حقيقية. وهم دائما ما قالوا بأن ما من قوانين تثبت ذلك وأن لديهم الحق في ما يفعلونه، وهذا غير صحيح، فالقوانين موجودة ويمكن الاطلاع عليها.
из школьных программ, из университетских программ исключают Достоевского, Солженицына. В общем, вот такие у нас партнеры. И я думаю, что за этим вот как раз проявление, вот этот беспрецедентный шабаш, он отражает مستهدفان بسبب العقوبات الاقتصادية، وأعتقد أنه وراء كل هذه الضجة الإعلامية وكل هذه العقوبات هناك سخط لدى الغرب، لأنها كانت حملة مناهضة لروسيا، وهناك طبعا محاولات ضد روسيا بأكملها، كان ذلك طوال 8 سنوات. كل هذه الدعوات من قبل كييف والسلطات الأوكرانية، نلاحظ هذه الضجة تنطبق على كل العالم الغربي أيضا. وفيما يتعلق بالعقوبات، فكانت دائما كما ذكر فخامة الرئيس النطاق الحالي للعقوبات بالغ جدا، وكل هذا يحدث لردع الاتحاد الروسي أمام طريق إنشاء عالمي أحادي القطب. في السابق كانوا يشددون على فرض هذه العقوبات، كل هذه العقوبات موجهة ضد السلطة والساسة الروس ولا ضد المواطنين الروس بحسب ما يقولون، ولكن هذا غير صحيح. فهم يفرضون هذه العقوبات مثلا تم اعلان او اعلن احدهم اننا بحاجه الى حرب تامه ضد روسيا لتدمير الاقتصاد الروسي ولتمزيق الاقتصاد الروسي وغيرها من الأمور التي تفوهوا بها وقالوها. من جديد أكرر أن هذا ليس بشأن أوكرانيا أو لا يقتصر على أوكرانيا، بل هذا يتعلق بمسألة عالم أحادي القطب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون وحيدة في منطقة مونرو. هناك مشروع عالمي كبير في آسيا، هي استراتيجية هندية آسيوية لردع الصين مثلا، وفي المناطق الأخرى يمكن أن يكون هناك مسميات أخرى لهذا المبدأ نفسه. فبالطبع نحن نعتقد أن سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدفاع عن كل هذه القيم، فالآخرون يفهمون أنه لن يكون هناك أي حكم ذاتي لأوروبا، لأن الاتحاد الأوروبي غير ليس بلاعب مستقل حاليا. أما الآن فألمانيا عليها أن تدافع أو تدافع عن القوميات النازية والسلطات الأوكرانية في كييف، وكل هذا يدل على أحاديث جادة بشأن المصالحة الروسية الألمانية منذ فترة وجيزة. الناس يفهمون كل ذلك. وختاما دعوني أقول إننا لم نتخلى عن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحتى في خضم عملياتنا العسكرية عندما كانت هناك مبادرة للعملية التفاوضية، فالرئيس الروسي أمر بإطلاق كل هذه المفاوضات. طبعا هذه المفاوضات لا تسير بسهولة، وتمت قيود وعقبات ومشاكل وصعوبات، وتمت تساؤلات متأزمة، ويتعذر أحيانا فهم فكرة الطرف أو الجانب الأوكراني الذي تحركها الولايات المتحدة. أليس من مصلحة الولايات المتحدة إسراع هذه العملية؟ فهم يزودون أوكرانيا بالأسلحة، وطبعا هناك دعوات عدائية لإرسال الميج ومقاتلات ميج السوفيتية وستينجر
التي تشكل خطرا كبيرا، فهم يحاولون إفزاعنا وتخويفنا. وأعتقد أننا بصحة جيدة وأننا نتمتع بخبرة كبيرة للدفاع عما نقوم بحمايته حاليا ولضمان أمننا وقيامنا ومصالحنا. وذلك لتحقيق جميع الأهداف المرجوة لأولئك الذين يريدون العيش في أوكرانيا والذين يعتبرون أنفسهم روسيين، كما حدث ذلك في جمهورية سوفيتية سابقة. طبعا كان هناك محاولات لعزل روسيا، وأعتقد أن هذه المحاولات باطلة. لدينا الكثير من الأصدقاء، وعلينا أن أو يجب علينا أن نفكر في هذه الدول التي فرضت العقوبات، ولكن ثمة دول تخلت أو رفضت فرض عقوبات، ولا يمكن لدولة كبيرة أن تؤثر علينا، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية.